a lot of pride. افتتح العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة توحيد سياسات مكاتب حماية الأسرة والطفل بمديريات الشرطة افتتح ندوة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي نظمها مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة وذلك بمشاركة وحضور 140 شخصا من وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة. وأعرب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. هذا القانون المتحضر الذي يراعي خصوصية الطفل ويعزز أساليب التقويم فضلا عن مراعاته للمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان، حيث لم يقتصر القانون على توفير الحماية للأطفال الجانحين بل أيضا لأولئك المعرضين للانحراف ليمد يد الرعاية والحماية قبل الانخراط في براثن الجريمة أو الانحراف. وأكد العميد الحسن أن هذا القانون شكل نقطة تحول بالغة في إحدى القضايا الاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها نظرا لما يمثله الطفل من حاضر ومستقبل الأمة. كما دعا العميد الحسن إلى أهمية أن تتبنى الشرطة ضمن مهامها ومنهجية عملها تعزيز جهودها في حماية الطفل وتعزيز التعاون بين مديريات الشرطة ومركز رعاية الأحداث في مجال الاختبار القضائي والرعاية اللائحة للأطفال المعرضين للخطر وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية. من جانبها أشارت العقيد الركن مريم البردولي رئيس مركز رعاية الأحداث إلى ضرورة إنشاء مكاتب للأطفال في جميع مديريات الشرطة وإعداد برنامج بالتعاون مع شؤون التنمية الاجتماعية لتأهيل نزلاء الأطفال إلى جانب البرامج المتوفرة لدى الوزارة بما يتناسب مع النهج الذي يبتغيه القانون الجديد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النقيب ريم وحيد فليفل عضو لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية. مساء الخير النقيب ريم، وما الذي أضافه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من واجبات على جهاز الشرطة وتحديدا المديريات الأمنية في مجال حماية الطفل؟ نعم، مساء النور. في الحقيقة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال و حمايتهم من سوء المعاملة هو يعزز من دور الشرطة في أدائها لمسؤولياتها الأمنية في حماية الطفل. والواقع أن جهاز الشرطة وتنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الموقر بضرورة أن تتبنى الشرطة تقديم خدمات مجتمعية إلى جانب دورها في ضبط الجريمة كان سباق في تلمس حاجة المجتمع لما استحدث في العام 2007 مكتب بمسمى حماية الأسرة والطفل واللي أسند إلى اختصاصه بالإضافة إلى التعامل مع الوقع ذات الطابع الأسري وقاع الطفل سواء ما يقع منها داخل محيط بيئته الأسرية أو خارجها. فمكاتب حماية الأسرة والطفل في مديريات الشرطة تمثل إحدى القنوات الإدارية المخصصة لتلقي التبليغات المتعلقة بوجود طفل في إحدى حالات الجنوح أو التعرض للخطر أو سوء المعاملة، فهي بيئة مهيئة ومنسجمة مع ما اتجه إليه القانون في أحكامه اللي تضمن مراعاة خصوصية الطفل من خلال تمتع هذه المكاتب بمواصفات إنشائية بعيدة عن الطابع الشرطي مثل ألوان الجدران التي تنسجم والشعور بالارتياح النفسي، إضافة إلى وجود ركن يحتوي على بعض المواد المسلية للطفل أثناء تواجده في مركز الشرطة، إضافة إلى غرفة خاصة للرعاية والأمومة، وأيضا مراعاة للسرية والخصوصية تعتمد هذه المكاتب مدخل خاص لعملائها وغرف مقابلة مصممة بجدران عازلة للصوت، إضافة إلى اعتمادها سجل خاص يحمي خصوصية وسرية بيانات أطراف الوقائع، إضافة إلى أن
العاملين في هذه المكاتب من عناصر الشرطة النسائية المؤهلات والمدربات على التعامل مع الطفل. نعم. وفي ضوء ما جاء به قانون العدالة الإصلاحية للأطفال حماية من سوء المعاملة، أوصت لجنة توحيد السياسات في مكاتب حماية الأسرة والطفل في المديريات الأمنية بالعديد من التوصيات، كان أبرزها بأن تتبنى الشرطة المزيد من الآليات والمنهجيات في تسهيل عملية تلقي المعلومات ذات الصلة بوقائع الطفل وتفعيل مصادرها، إضافة إلى صياغة برامج توعوية موحدة تمثل خلاصة الدروس المستفادة من واقع الأطفال المسجلة بمكاتب حماية الأسرة والطفل، إضافة إلى التصدي إلى ما يحويه الفضاء الإلكتروني من مهددات الطفل، سواء ما يعني يرصد في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالألعاب الإلكترونية. كذلك بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، والدعوة إلى تكامل الجهود الوطنية لحماية الطفل وفق ما جاء في أحكام المادة 34 من قانون العدالة الإصلاحية. نعم. بحيث تصاغ رؤية واضحة وأهداف محددة وجهود تؤازر بعضها البعض لتحقيق الحماية والأمان للطفل. نعم، النقيب ريم وحيد راشد فليفل، عضو لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، شكرا جزيلا لك. هذا وتحرص إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطبيق الشراكة المجتمعية في نشر الوعي والثقافة الخاصة لحماية الأطفال من سوء استخدام الألعاب وتعريضهم للخطر. وقد شددت إدارة الفحص والمقاييس في الوقت نفسه على ضرورة التأكد من إشراف البالغين على الألعاب التي يستخدمها الأطفال ومناسبتها لعمر الطفل. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عبد الله الغانم، أخصائي أول في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير سعادة المهندس عبد الله، ولو تحدثنا عن دور إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في أولا تحقيق العدالة الاجتماعية للأطفال بشكل عام، وفي الرقابة على منتجات لعب الأطفال لضمان سلامة وأمان المستخدمين. في البداية حبيت أشكركم على إتاحة الفرصة لي للمداخلة. اللعب يعتبر حق من حقوق الطفل الأساسية، واللي نصت عليه المادة رقم 31 من اتفاقية حقوق الطفل. وأيضا مثل ما هو معروف أن الطفل غير مدرك للخطر النظام سوء استخدام المنتجات بشكل عام أو بشكل خاص، فهني يدور إدارة الفحص. نعم، نعتذر عن سوء الصوت من المصدر. المهندس عبد الله الغانم، أخصائي أول في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك. تحت رعاية